بكم إلى نشرة الأخبار نقدمها لكم من شوف تي في، والبداية بالعناوين. أنصار بن كيران ينزعون غطاء الرأس عن معطلات محجبات أمام أنظاره بالبيضاء. شباط يتوعد بالضغط للرفع من تمثيلية النساء في الحكومة والمناصب السامية. المنتخب المغربي ينهزم بثلاثية أمام تنزانيا ويخيب أمل الشارع الرياضي. النشرة ستتضمن أخبار أخرى. أهلا بكم من جديد. وقع اليوم اشتباك بين المعطلين وفريق العدالة والتنمية بمسرح مولاي رشيد بالدار البيضاء، حيث كان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يترأس مهرجانا خطابيا على هامش القافلة التواصلية التي ينظمها الفريق البرلماني للحزب. ولعل أقوى لحظات المواجهة هي تلك التي قام فيها أتباع العدالة والتنمية بنزع غطاء رأس عدد من المحجبات المعطلات أمام أنظار بن كيران. لنتابع تقرير دنيا مرحوم. جميعا لدعم أوراش الإصلاح هو شعار قافلة التواصل، قافلة نظمها حزب المصباح ليخط بنورها عمل حكومة بن كيران. هذه حكومة صامدة، هذه حكومة معارضة، اسمعوا مزيان كلامي، معارضة للفساد، معارضة للاستبداد. هذيك الرباعة غلطة. أنا ما جايش الإخوان، ما جايش باش تدافن معاهم على الفيلات والطموبيلات والفيرمات والبخور الهندي. انت شنو عندنا من بعد الله سبحانه وتعالى؟ عندنا الشعب ديالنا، عندنا نتوما، ما حدكم باغي لنا. راحنا بفلوس غنديروا العجائب والغرائب ان شاء الله. فعلا ما آلت إليه الأمور عجائب وغرائب، فقافلة التواصل أصبحت ساحة معركة بين المعطلين والفريق البرلماني للعدالة والتنمية. هذا ما جاء على لسان أحد الحاضرين. أكثر من 16 واحد يتعرض للضرب، وهالحالة ديال حوايجنا وجوعنا الصحافي يتعرض للضرب، والأخوات حضورية بالفولار ديالهم، أخوات عروهم، راك شتو الناس اللي مشاو للمستشفى. حنا كنتذكروا هادشي اللي وقع لنا اليوم. حنا كنغنيو بجينا مطلب سلمي بوس الخطاب ديالو كيتكلم على ان الناس اللي كيموتوا سوريا ومصر وتونس حرام. حنا كنقولوا ليه شخصيا سولتو قتليه، وهاد المعطلين اللي كيموتوا في الرباط دول ما نوعدوا انا ما هو المصير ديالهم. فكينوضوا البلطجيه ديال الحزب وكيجلهم علينا بالضرب وكيخرجونا وكيقولوا لينا حنا راه لقاء تواصلي مع الشعب. واش هذا هو اللقاء التواصلي؟ واش اللقاء التواصلي كيرجع للحلبة ديال الصراع؟ كيتعدوا علينا حنا وكيقلوا العارض على الاخوات ديالنا. اكبر خطيئه. عراك ومشادات كلاميه هي حصيله القافله التواصليه، فمن كان يتوقع ان سؤالا واحدا سيشعل نار الفتيل. وعد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال بالضغط للرفع من نسبة تمثيلية المرأة داخل الحكومة وفي الوظائف السامية. وقال شباط في تجمع خطابي نظم اليوم بمدينة فاس وحضرته أكثر من 5000 امرأة استقلالية إنه سيواصل ضغطه داخل التحالف الحكومي من أجل الرفع من تمثيلية النساء، لأن المرأة تتعرض للتهميش والإقصاء في حكومة بن كيران. ويذكر أن التجمع الخطابي نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. بعض النشطاء الصحراويين المهتمين بمجال حقوق الإنسان بالعيون ممن التقوا المفدى الأممي للصحراء كريستوفر روس أكدوا أنه كان جد مندهش من الطريقة التي يصوره بها الإعلام المغربي بعد صدور تقرير زيارته الأولى لمدينة العيون في نوفمبر الماضي، معربا عن أسفه مما أسماه بالتزييف الإعلامي الذي يرغب في تطويره في أخطاء توريطه في أخطاء مفبركة من قبل الصحافة المغربية، مكذبا الأخبار التي تقول بأن أنه سيحمل معه مقترح الكونفدرالية كحل لنزاع الصحراء، بالأخص بعد زيارته لألمانيا التي أولها البعض بأنها سيستوحي منها نظامها الكونفدرالي كنموذج جيوسياسي ناجح بأوروبا. أعلن وزير الشؤون الخارجية الإيفواري أن الاجتماع الخامس للجنة العليا المشتركة المغربية الإيفوارية سينعقد بأبيجان في شهر يونيو المقبل، ويأتي هذا القرار على هامش الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس
للكوت ديفوار حيث أجرى مباحثات مع الرئيس واترا، ومن المقرر أن ينتهي الجانب الإيفواري قريبا من إعداد مشاريع الاتفاقيات التي ستتم إحالتها على الجانب المغربي، وذلك قبل انعقاد اجتماع الخبراء عندما تم شهر ماي المقبل. منطقة الهرويين احتضنت اجتماعا هاما للمكتب الإقليمي للسيارات الأجرة الصغيرة، حيث نوقشت أهم العراقيل التي تواجه هذا القطاع، بالأخص تلك التي تؤثر بشكل مباشر على سائق السيارة الأجرة. تفاصيل أكثر حول الموضوع مع دنيا مرحوم. المكتب الإقليمي لسيارة الأجرة لمنطقة الهراويين انضوى تحت لواء الفيدرالية الوطنية لمهني النقل. الجمع العام تناول أبرز المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع. فرقونا في اللون ثلاثة الوان، بالنسبة للمديون عطاهم الزرق وحنا يعطونا الصفر، وتتملي عطاهم الخضر. بالنسبة لنا حنا كنكونوا غاديين في الطريق كنوصلوا للطريق الوطنية اللي كتربط بين تتمليل والهراويين، كنلقاو مشكل كيحبسونا الجندار ما كيخلوناش نوصلوا الزبون المصلحة. حنا كنطالبوا بوحدوا لينا اللون باش نخدموا على صعيد العمالة كلها. اللي كنسعوا من خلال تأسيس هذا المكتب هذا يكون من وراه واحد ايجاد حلول مستعجلة لقطاع السيارات الصين الثاني، واهمها وابرزها هي توحيد اللون على صعيد العمالة لترتبات عليه اضرار مادية ومعنوية. رئاسة المكتب العام دعت بصريح العبارة إلى توحيد ألوان سيارات الأجرة على صعيد العمالة. التفريق ديال الألوان هذا ما خدمش المصلحة ديال الإقليم، هو فرق الإقليم على شكل كانطونات، بلديات. هذا كنعتبروه بحال الحيف للحق بالناس المهنيين ولا الأرباب ديال سيارات الأجرة. قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمنطقة الهراويين ما زال ينتظر حلولا ملائمة من طرف فعاليات المسؤولة لضمان استمرار هذا القطاع. اقتحمت فرقة الأخلاق العامة التابعة لأمن مراكش شقة معدل الدعارة في مدينة مراكش وبالتحديد في جليز وسط الأسبوع، حيث تم ضبط مواطن سعودي رفقة فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 17 سنة، حيث تمت إحالتهما إلى المحكمة رفقة الوسيطة المتخصصة في إعداد وكر للدعارة. وتبع المواطن السعودي بتهمة التغرير، أما الغريب بحسب مصادر شوف تي في فهو إقدام والد الفتاة القاصر على التنازل عن متابعة المواطن السعودي وسط استياء من حضروا جلسة المحاكمة. دار المواطن مشروع جمعوي شيد سنة 2009 بعين حرودة، لكنه لم يكتمل ليصبح اليوم بناية مهجورة وملدا للمتشردين. دنيا مرحوم وتفاصيل. دار المواطن مشروع أقيم بهدف خدمة المجتمع المدني، لكن الأمور قلبت رأسا على عقب لتصبح البناية اليوم بدون عنوان ولغزا حير كل السكان. ما عرفنا شنو هي قلق دار العجازة، دار الشباب، دار المواطن، ما عرفنا شنو كون داروها كوميسيرية بعدا نستافدو منها باش يكون الأمن عندنا هنا. المواطن وما استافدوش منا السكان، استافدو منا من حتى حاجة، بقات عرضة للشمتارة وتشريدين. عار جابو حطو هنا عمي ما عرفنا شناهي، جاو حطو فلوس لنا وزادو حياتنا. تيجيو تشمكرو فيها الشمكيرة، راه خاوي راه مخربة دابا الشافي بيت. مطار تاع السكان اللي كيتجمعو فيها. هادي الشمكيرة عسكرية، صحاب تجارة مخدرات. ميزانية ديال باش يديرو لنا واد الحار، يهزونا حنا من هنا خسروها هنايا. ولا سبيطار يعالجونا فيه. مشروع دار المواطن وليد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2009 أقيم لخدمة المجتمع المدني بعين حرودة، فأصبح يشكل خطرا عليه. دار المواطن اللي تقريبا نجز في 2009 تم البناء دياله، ضاف لها 160 مليون ديال السنتيم نجزت البناية هذه وما كملاتش، لم تتم لظروف كنجهلوها احنا. احنا كنتمناو هاد البنايه انها تكتمل، لان احنا بحاجه ماسه اليها، وكتعرف ان الجمعيات والتواصل ديال مع بعضياتهم، التواصل ديالهم مع الساكنه، يعني تفعيل عده انشطه في المنطقه، منها دروس تقويه، منها
الاجتماعات نيت ديال جمعيه ما بين مسؤولياتها النشاط الرياضي، المهم بعض الانشطه اللي كنا حنا مبرمجينها في 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 البرامج ديالنا، ولكن هذه البنايه بقات مهمله لاسباب ما لحد الان ما عرفناهاش، ولحد الان هي ولات عباره عن اطلال ما كيستافد منها حتى شي حد، ولا قدر الله انها شي يوم من الايام ان تلقى فيها شي جريمه ولا شي حاجه، ولا توكر كما سبق لي قلت لكم ديال العرباده. المهم اللي بغي ياخذ راحته كيمشي يريح فيها، وحرام وعار ان يتم هدر المال العام بهذه الطريقه هذه. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فتلك التي أريد لها أن تؤلف بين الجمعيات باتت بمثابة نقطة سوداء وملاذ لكل متشرد ضال، فإلى متى ستظل النعمة مصدر نقمة؟ تقرير عن السياحة العالمية أعده المنتدى الاقتصادي العالمي كشف عن خريطة للعالم توضح المناطق والدول الأكثر والأقل ترحيبا بالزوار الأجانب، والتي جاءت المغرب أو جاء المغرب في مقدمة الدول الأشد ترحيبا، أما الإمارات فكأفضل وجهة سياحية مرحبة بالزوار. ووفقا لمجموعة من البيانات فإن المغرب إلى جانب كل من إيزلندا ونيوزيلندا كانوا في مقدمة الدول الأشد ترحيبا بالزوار. في الخبر الثقافي وبالتحديد في أخبار المهرجانات، تم إقصاء منصف بالخياط وزير الشباب والرياضة السابق والمسؤول عن التسويق في جمعية مغرب الثقافات المسؤولة عن تنظيم مهرجان موازين إيقاعات العالم، حيث قال مصدر من داخل الجمعية أن الدورة 18 من مهرجان موازين ستعرف غياب منصف بالخياط، والأكثر من ذلك أنه لم يستدعى لحضور الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالمهرجان. في الخبر الرياضي، انهزم المنتخب المغربي اليوم أمام نظيره التنزاني بثلاث أهداف لواحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفية المونديال، لتتقلص بذلك حظوظ التأهيل إلى نهائيات المونديال بالبرازيل 2014، حيث لم يتمكن راشد التوسي من إيجاد التوليفة التي تحقق مبتغى الجماهير المغربية، ليؤكد الطاقم التقني الحالي فشله في تدبير شؤون النخبة الوطنية، علما أن المباراة عرفت طرد اللاعب شاكير. رياضيا، دائما نظم حزب التجمع الوطني للأحرار يوم أمس ندوة لدراسة الحكمة الجيدة بالميدان الرياضي. الندوة حضرتها شخصيات بارزة من داخل الوطن وأخرى من خارجها، ورقة في الموضوع رفقة الزميلة دنيا مرحوم. الحكامة الجيدة مدخل النجاح للسياسة الرياضية، هي موضوع ندوة نظمها المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار لجهة الدار البيضاء، وذلك يوم أمس بالمركب الرياضي سبور بلازا. الندوة التي تحمل طابعا دوليا سعت إلى الإجابة عن سؤال أي متابعة لمضامين وتوصيات الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة، وذلك عبر محاضرة عمومية وثلاث ورشات همت كل من سياسة وزارة الشباب والرياضة الحالية، الاقتصاد الرياضي كدعم أساسية جديدة لتطوير الاقتصاد المغربي، وورشة الإطار القانوني والتشريعات ضمانات الحكامة الجيدة للسياسة الرياضية. وتم الحديث فيها عن دور الأندية والجامعات وطريقة عملها. وشهدت الندوة مداخلات لشخصيات بارزة في المجال الرياضي كنوال متوكل جان فرانسوا لامور الوزير السابق للشباب والرياضة والحياة الجمعوية بفرنسا، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والذي استعرض نموذج الحكمة الرياضية في قطر، والبطل الأولمبي سيرجي بوبكا الذي خص النموذج الأوكراني بالحديد. كما عرفت الورشات تدخلات لشخصيات أخرى تصب جميعها في مجرى واحد، ألا وهو الحكامة الجيدة أساس نجاح السياسة الرياضية. وعلى هامش الندوة عقد الضيوف لقاء جمع بينهم وبين شباب مدينة الدار البيضاء لإهدائهم أقمصة رياضية ومنحهم تواقيع، إضافة إلى التقاط صور تذكارية وإشراكهم في حصص رياضية تضمنت أنشطة متنوعة. إلى هنا مشاهدينا نطوي أوراق النشر لكم تذكير بالعناوين. أنصار بن كيران ينزعون غطاء الرأس عن معطلات محجبات أمام أنظاره بالبيضاء. شباط يتوعد بالضغط للرفع من تمثيلية النساء في الحكومة والمناصب السامية. المنتخب المغربي ينهزم بثلاثية أمام تنزانيا ويخيب أمل الشارع الرياضي.
النشرة تضمنت كذلك أخبار أخرى. لهنا مشاهدينا نطوي معكم أوراق النشرة، لكم أطيب وأرق تحايا من كل طاقم شوف تي في. إلى اللقاء.